السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات. الله أسأل لي ولكم القبول ورفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نادرتنا في هذا اليوم نادرة مميزة لأنها طرفة ابتسامة، وقد قلت لكم في بداية هذه اللقاءات أن سوف تكون النوادر متنوعة، طرفة، فائدة، قصة. اليوم طرفة، وطرفة واقعية حصلت لي أنا. دخلت يوم من الأيام محل بيع مواد بناء وسباكة، فكان العامل الذي يعمل في ذلك المحل من الأعاجم، دولة غير عربية، يعني ما يتكلم لغة عربية، يتكلم لغة أخرى، أتوقع يمكن أردية هندية زي كذا يعني. الشاهد فطلبت منه طلبا، بعد ذلك انصدمت، سألته قلت في جبس عندك؟ قال في جبس، تعطني 2 كيلو 3 كيلو. المهم أعطاني 2 3 كيلو جبس، والجبس اللي هو الإسمنت الأبيض اللي يصلحون به السباكين، يصلحون به المواصير ويسدون به الجدران، ويعني يستخدم في البناء وما البناء. الشاهد فأعطاني 2 3 كيلو، لما أعطاني وبعد محاسبته قال لي لبس العافية. قلت إيش؟ قال لي لبس العافية. قلت يا صديقي ايش لبس العافية؟ شكل الرجل كان مسكين شغال محل ملابس، ويحسب من كلمة لبس العافية يعني كلمة تقال زي ما يقول شكرا والله حياك الله ولا. قلت يا صديق لبس هذا ما في كويس، لبس هذا اذا في شغل هناك من الملابس لبس يعني يلبس، ما في معلومة. تعال انت حين معلوم زي انك قلت لي انا، ويمكن قد قال غير، يمكن الناس يمشون يسلكون هلو. انا وقفت له، ما حبيت انه يقعد طول عمره مسكين لبس العافية لبس العافية، بيع الناس مواصير ومفاتيح ومفكات ولمبات ولبس العافية لبس العافية. صلى الله يصلح الأحوال. ابتسموا، تبسموا. الرسول عليه السلام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول الصحابي الجليل جرير البجلي بن عبد الله البجلي يقول ما رآني رسول الله السلام منذ أسلمت إلا تبسم. وفي رواية يقول رسول ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. لذلك ابتسموا، ترى ابتسامة رسالة غير منطوقة بالأمان لمن أمامك. لما شوفك تبتسم فهذا يدل أولا على تفاؤلك، على طيب أخلاقك، على أنك أيضا أعطيته رسالة غير مباشرة في الأمان. وإذا قلت السلام جمعت بين السلام المعنوي والسلام الكلام بالحسي بالعبارة. الله يجعلنا وإياكم من المبتسمين وفي الدنيا ابتسامة ترضيه، ويديم مولى عز وجل علينا ابتساماتنا حتى تكتمل في جنات النعيم. مع السلامة.